استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر القضيبية هذا اليوم سعادة الدكتورة فوندرلاين وزيرة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة التي تزور البلاد حاليا لحضور منتدى حوار المنامة. وقد رحب جلالة الملك المفدى بوزيرة الدفاع الألمانية وأشاد بعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين وما وصلت إليه من مستوى متميز في شتى الميادين، مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على تطوير وتنمية آفاق التعاون المشترك مع جمهورية ألمانيا الاتحادية خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية تحقيقا لكل ما فيه خير البلدين ومصلحة شعبيهما الصديقين. ونوه جلالة العاهل المفدى بمشاركة وزيرة الدفاع الألمانية في منتدى حوار المنامة الذي يأتي في ظل الظروف والتحديات التي تواجه المنطقة وتستدعي المزيد من التشاور والتنسيق، كما نوه جلالته بالجهود الطيبة التي تقوم بها جمهورية ألمانيا الاتحادية وبإسهاماتها في تعزيز الأمن والسلم الدولي. وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام من البلدين الصديقين. وقد أعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى على حرص جلالته على تعزيز علاقات مملكة البحرين الوثيقة مع بلادها، مشيدة باستضافة مملكة البحرين لمنتدى حوار المنامة وبحسن التنظيم والإعداد لهذا المنتدى السنوي الهام.